بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أحييكم جميعا بتحية من عند الله مباركة طيبة، وللذكريات قيمتها في حياة الأمم. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي هذه الليلة المباركة نتذكر فتح مكة، ونتذكر أن الجهاد في الإسلام إنما شرع لنصرة المظلوم، وفتح مكة إنما كان لنصرة المظلوم. بنو خزاعة وهم حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، غدر بهم بنو بكر وهم حلفاء مشركي قريش، وأمدوهم بالسلاح وأخذوا يقتلون غدرا وظلما بني خزاعة. ذهب زعيم من زعماء خزاعة وهو عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشد قصيدة طويلة جاء منها هذه الأبيات: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. قتلوهم داخل المسجد الحرام، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهذا المظلوم المستغيث: نصرت يا عمرو ابن سالم. نتذكر أيضا أن الماضي المشرف قد يشفع للحاضر الذي فيه أخطاء. رجل اسمه حاطب ابن أبي بلتعة عندما علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد العدة للذهاب إلى مكة للفتح، أرسل مع جارية له خطابا يخبر فيه أهل مكة بأن الرسول يعد العدة لحربه. نزل سيدنا جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فأحضروا هذا الخطاب من تلك المرأة، وأحضر النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة وسأله: لما فعلت ذلك؟ فقال: ما معناه؟ كان ليس لي نصير بمكة، وأنا رجل غريب عن أهلها، وأردت أن أتخذ يدا لي عندهم. هنا قال سيدنا عمر: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمته المشهورة: يا عمر، إن حاطبا قد شهد غزوة بدر، ولكأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت الآية الأولى من سورة الممتحنة
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. مشهد آخر نتذكره في غزوة الفتح، سيدنا سعد بن عبادة عندما وصل إلى مكة وأخذ يصول ويجول ويقول هذا يوم الملحمة، هذا يوم تأديب قريش. ما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ منه الراية وأعطاها لابنه وقال له قل هذا يوم المرحمة وليس يوم الملحمة. مشهد آخر نتعلمه من هذه الغزوة، خرج الرسول من مكة وليس معه سوى سيدنا أبي بكر الصديق، خرج مهاجرا وليس معه سوى سيدنا أبي بكر الصديق، عاد إلى مكة بعد 8 سنوات فاتحا ومن حوله أكثر من 10,000 من المجاهدين، وهو يتلو قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا جميعا أمثال هذه الأيام باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.